السلام عليكم أعزائي المشاهدين. من بين السدود التي هي في طور الإنجاز في المغرب كاين سد بوعلان. هذا السد اللي تعتبر من أضخم السدود. نحاولوا نعرفوا أكثر على هذا السد ونشوفوا عن كثب. بقوا معنا أعزائي المشاهدين وتابعوا معنا الفيديو حتى التالي. غادي نشوفوا سد بوعلان أو سد فيقيقة. هو كما كتشوفوا أعزائي المشاهدين كاين سد بوعلان وسد جوف التربة. هاد سد جوف التربة جا قريب من سد بوعلان، أيضا قريب حتى على سد قدوسة. كيتواجد سد بوعلان على واد زلمو، الواد اللي كيتواجد عليه نفس السد الجزائري جرف التربة. سد صحراوي بإقليم فيقيق، سد الدويس. كيقولوا له سد الدويس ولا سد فيقيق ولا سد بوعلان، وكيسميوه أيضا سد خنق القرو. غادي نشوفو أعزائي المشاهدين هذا السد. كيبان في جوجل ماب. وكما كتشاهدوا أعزائي المشاهدين الحاجز الإسمنتي ديالو. باين بأنه الأشغال مازالت مستمرة حيت مكاينش، مازال مبداش يجمع الماء. كاين واحد شوية ديال الماء ولكن قليل. بلغ 1.69 مليار متر مكعب. الحقينة ديال 1.69 مليار متر مكعب كتعتبر حقينة كبيرة بزاف وضخم السد للغاية. وغادي يحتاج باش يتعب هذا السد بالكامل يعني 100%، يعني تقنيا غادي يحتاج واحد 10 سنوات. وغادي تكون الشتاء. راه السد اللي هو سد ضخم كبير. ها كما كتشاهدوا أعزائي المشاهدين ها هو واد زلمو، هذا هو. هو سد قريب من منطقة بوعلان، قريب أيضا للحدود الجزائرية. هذه الطريق. والغلاف ديالو غادي يوصل، يعني تكلفة الإنجاز غادي توصل 1.150 مليار درهم. غادي يكلف الإنجاز ديالو من الخزينة 1.150 مليار درهم. المساحة ديال الحوض ديالو كما كتشاهدو مساحة اللي هي كبيرة، بحيث غادي توصل 5545 كيلومتر مربع، يعني هاد المنطقة كاملة اللي كتشاهدو هنايا. والمساحة ديال الحقينة ديالو، أي يعني فين كاين هاد السد اللي غادي يكون فيها السد، غادي توصل 84 كيلومتر مربع هاد المنطقة كاملة. الحاجز هاد الواد براج سيغ واد زلمو. الواد هذا سميتو واد زلمو. ها كما كتشاهدوا أعزائي المتابعين، ها الحاجز الإسمنتي باين بأنه الأشغال مستمرة فيه، يعني كنظن سنة 2024 عاد غادي تنتهى الأشغال فيه. وغادي تكون حجم ديال الإيرادات ديالو 107 مليون متر مكعب في السنة. هذه كنترا، هذا هو الواد ديال زلمو.
وهذا الواد غادي ديريكت لسد جرف التربه اللي كاين في الجزائر. ومن المنتظر ان يخلق هذا المشروع حسب المعطيات الرسميه اللي كاينه اكثر من 630 الف يوم عمل خلال فتره الاشتغال. وغادي يفك العزله على الساكنه المحليه والمنطقه المجاوره او المحيطه بهذا السد. غادي يوفر الماء الشرب وغادي يوفر ايضا مياه ديال السقي. والسكينه اشادت بهذا المشروع لانه غادي ينهي ازمه المياه اللي كاينه في هذه المنطقه هذه، خاصه وانها منطقه صحراويه، منطقه جافه. شوف الحوض ديالو قداش، شوف بدا كيجمع الماء. حقيقة هذا المشروع مهم لهذه المنطقة هذه، خاصة وأنها منطقة جافة اللي فيها التساقطات قليلة بزاف، وبهذا السد هذا غادي يحلوا هذه الأزمة ديال الماء، لأن هذا السد هذا غادي يكون سد كبير. وفين كاين الأشغال هذه المنطقة كما كتشاهدوا، هذا هو الحاجز الأسمنت. شوفوا كيفاش كيبان، شوفوا قداش السد ها الماء فين كيتجمع بدا كيتجمع، لكن بالضرورة ما يكون عنده شي منفذ هنايا. هذا هو الزلمة كما قلنا، هذا هو الواد اللي كيصب في سد جرف التربة الجزائري. راه غادي على طول الحدود المغربية الجزائرية، وأصلا سد جرف التربة اللي مؤخرا بدا كيعاني من الجفاف، حيت هذا هو المورد الرئيسي ديال برج سد جرف التربة. ملي غيدار ملي دار هذا السد هذا، فصعيب باش المياه أنها تمشي لسد جرف التربة. والمغرب ولا هاد المنطقة هذه أحوج ما يكون المياه باش أنهم يخليوها تدوز لسد اخر. الناس ديال المنطقه اولى بالثروات المائيه ديال هذه المنطقه هذه. انتم كما كتشاهدوا اعزائي المتابعين، سد بوعلان هنا في السكاكي بعد واحد المسافه يعني قليله على سد قدوسه، ماشي بزاف. قدوسة هو هنا، ها سد قدوسة وها سد أبو عنان، يعني مسافة صغيرة ماشي بزاف. اللي كيبان أن الأشغال مازالة مستمرة، كنظن الأشغال غادي تسالى في نهاية 2024. نهاية الأشغال على ما أظن سنة 2024. وكما قلنا غادي يحتاج تقنيا لواحد 10 سنوات باش يمتلئ 100%. وصلنا لنهاية الفيديو أعزائي المشاهدين، كنتمنى أنكم تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة باش نستمر في هذه القناة هذه، ونبين لكم ونجيب المعلومات على السدود المشاريع اللي كاينة في البلاد، ونزيدوا القدام إن شاء الله في القناة. وشكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.